عايشين وما زالت فما ناس تصدق انه فما كنوز وفما ناس قاعده تستحضر في اللاجئين. مراه تعرف شنو عملت يا حاتم؟ تحيلت على 4 أشخاص ولهفت 500,000 الناطقه باسم المحكمه الابتدائيه بما النوبه كانت البارح دخلت في 60 دقيقه. خلينا نسمعها شنو قالت. صرحوا انهم تعرضوا لعمليه تحيل من قبل احد النسوه القاطنه في الجهه بسبب ما اوهمتهم ان قادرة أنها تخرج الكنوز وعملت لهم إخراج مسرحي. الحقيقة أقنعتهم أن هم سلموها مبالغ مالية طائلة وصلت إلى حدود 500,000 دينار. الوضعية بمباشرة الأبحاث والتحريات مع كما قلت مع الشرطة العدلية وبالتنسيق التام مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية المندوبة تمكننا من تحديد هوية المرأة هذه بإجراء الأبحاث مباشرة المحابس. تمكننا من تحريات تحديد موقعها وفي الأثناء الإلقاء القبض عليها. المرأة هذه كانت منتصية سيارة للأسف اللي هي حاولت دهس أحد الأعوان بل نجحت في أنها تدهس أحد الأعوان وأحالته على المستشفى لتلقي العلاج واليوم أحيلت على النيابة في محضر متعلق بمحاولة القتل. وسيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدر بطاقة إيداع في حقها في حين أنه بقية المحاضر المتعلقة بالتحيل لا تزال الأبحاث فيها جارية كما قلت المبالغ طائلة. حقيقة التعليق انقسمت بين الناس كانوا متعاطفين مع الضحايا وبين الناس كانوا لا يقول لك يستاهلوا القانون لا يحمي المغفلين. نتمنى الأمن يكون لباس وإن شاء الله يرجع لصحة العائلته والناس اللي يحبوه في قادم الساعات بالصحة وبالخير لأنها حاولت تدهسه وقت اللي حاولت الفرار. يبقى اليوم معناه مازال عقلنا يتقبل أنه في 2024 فما ناس تمد مبالغ بالكمية هذه مبالغ 500,000,000 وشتر مليار وغيره نظرا لإيمانهم بأنه السيدة اللي مقابلتهم عندها القدرة على استخراج الكنوز. ونسمع في الأخبار لأنه تحكي فيه مع صديقتنا هدى وتحكي فيه في برشا برامج إذاعية أخرى قالك معناه تخرج لهم حتى واحد في هيئة جن ولا شنو بالأبيض تجيب شخص ومن بعيد ويتحرك على سجن والعبيد أفلام الثمانينات والسبعينات كوميك معناه فيكس ولا ورغم هذا العبيد تصدق وتعطي الفلوس. نرجو نحكيو في الموضوع بعد الفاصل اقعدوا معنا ما تبعدوش. صباح الخير تونس 46 دقيقة موصلين معاكم. كنا نحكي على عملية التحيل. سمعنا ناطقة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي اللي تحكي على تفاصيل العملية وكيفاش حاولت تدهس أمني وهي تحاول الفرار المتحيلة ذي والمبالغ الطائلة والهدف منها استخراج الكنوز. نرجعوا له الملف هذا في كل مرة يتحكي عليه ونلقاو عباد من كل الطبقات الاجتماعية القاري المشقاري اللبس عليه مش لبس عليه ناس. هو أسهل حاجة راهو اليوم باش تنجم تستدرج عباد كي من هكايا راهو نقول لك حاجة فما ناس خدمتها وفما ناس مالوريزمون يحبوا الفلوس السهلة وفما ناس يعرفوا كيفاش يسوقوا. توا راهو الواحد باش يجي يقنعك باش تعطيه فلوس باش يقول لك إجا راهو عندي كنوز وأنا صناعي ونعرف كيفاش وعندي مغاربة وعندي درا شكون ودرا شكون نخدم معاه. أول حاجة تقولها له برا خرجهم أنت خذ مبروك عليك. لا لا يقول لك لا, لا, لا أنا ما عنديش الإمكانيات وإجا نتعاون والقاتو نقسموها مع بعضنا وأنا ما نجمش وأنت يلزمك تمولني وأنا راني صناعي هذه كلها استراتيجية كلها تتعمل باش ينوموا العباد. راهو اليوم يكون واحد هكا طاعة الله أكبر يقوم يدفع 100,000,000 150,000,000 فما صنع في التنويم هذا فما صنع كيفاش ينجم يركح السيدة ذاك وكلا بروفانية قلت لك راهي تخرج تلقى لك بجن ولا شنو وكيفاش وشبح والراجل يشوف تصاوري واللي يصدق يقول لك هي برا فما البعض منه يبيع عملاكو يا رفيق مش هكاك تولي عنده فلوس صح خسرهم فما البعض منه بالطمع يمشي يبيع عملاكو باش يحطهم يقول لك تو يجيبوا لي حاجات كبيرة ونعاود نولي عندي فورتشين نتاع فلوس كبيرة. شوف حكيت مدهش مع حمزه البلومي في الحقائق الاربع في علاقه بنفس الحكايات هذوم ماني عباد كما قال ناصر يبيعوا املاكهم يوليوا على الحديث ويستنى في الكنز هذاك باش يولي ثري من الاخر بعد يعدي حياته مفلس ما عنده حتى فرانك برنس. هي بدات لعبه راه وضحكه بدات بدقازه جينا في القايله ما يلقى ما يعمل بعد يعيطلها تقول لك مكركبه زي البطاطا ساقيها جعبه مكرونه الشيخ البرني من تبليسي والجرح مازال سخون تشيخي تضحك انت ثم بدات تتطور الامور ولاتك السحر والحفران والدنيا شنو ما عشناش الحفران راه في وقت من الاوقات الناس بالتراكسوات وتحفر والدنيا وتفركس وكذا ثم وصلنا لك السحر ذبح صندوق ودرا شنو الريوس يذبحوا العباد يا راه هذا كله شنو كله الطمع والطماع
يسبح ساري يبات ساري. ورفيق في عهد طرابلسية هاجت الحكاية هذية بالحق. في عهد طرابلسية ترى تراك سوات وترى أماكن محفرة والثقافة هذية انتشرت. وانت أبسط حاجة أنا منذكرها رفيق مرة في أريانا عرافة من عرش باش تشوف ترى الصف وترى الكراهب الدوخ في أمرك روا عباد نظاف وعباد مثقفة وعباد قارية تو هذية شادة الصف على العرافة باش تقولها شنية باش تعمل راجلك وشنية باش تعمل كذا وشنية مستقبلك. هذية موصلناش ل 500 مليون و 600 مليون معناتها ولات نتصور ثقافة ولات عند التونسي في كل عائلة. ولا تلقى برنامج مثلا كيما حمزه يوري لك ناس تم التحايل عليهم ويوريك اللي هما شنو كانت العقبه نتاعهم راهو اخذوا من عنده 100 مليون او 200 مليون. وتلقى في المقابل برامج اخرى تشجع على هذا. انت تلقى عرفات في برامج تلقى عرفات معناه موجودين في برامج محترفه ببليسيتي على عرفات. يعني منين باش نشدوا موزه ده لازمك انت. فما ناس بساطاره وفما ناس بخلاف نحكيوا اللي عندهم ان سيغتان نيفو انتيليكتويل ويمشيوا ويحبوا على اللقمه البارده ويحبوا على الفلوس ومن عشان فما ناس ما يلقاو بها وين كي يلقاو في برامج محترمة عرافة وناس تحكي هكايا دونك سي توتا في نورمال باش يتأثر ويمشي له. يعني نحكيو على الناس توعدك باستخراج كنوز نحكيو على ناس توعدك باش خرج لك كنز من تحت القاعة وتقسم انت وياه عرافة مثلا. نحكيو احنا ديما نقولوا يا اخي تصدق ما تصدقش تمشي ما تمشيش قناعات دينية قناعات ايمانية يا سيدي نفس ضعيفة واحد يبدا في ديبرسيون مش نبرر ما مشيت عمري ما نمشي. اما ثم ناس تضعف تمشي كذا تسأل هزين ونفذان من نفس البشرية ضعيفة. ساعات عبد يبدا متعلق بالشيء قال المصري باش يهز له المراد. عرافة موضوع ثاني ما هذا معناه تقول لي باش تحفر وتخرج وغيره وكذا و100 ملايين باش تولي عندك مليارات حاجات معناها العقل البشري العادي المستقيم ما ينجمش يصدق قانونه مع حاتي. صار الملاحظه الاولى تصور اربع من الناس عندهم 500 مليون ويفركس على كنز. يعني عنده ديجا عنده سي ديجا سي ديجا عنده 500 مليون ويفركس على كنز معناها هذايا ما معناها يستاهلوا معناها موقف. ما نحبش نقول يستاهلوا يا حاتم يا رفيق معناها باش تدافع على باش تدافع على انسان عنده امكانيات ماديه وناس اكثر كل يوم يجيونا الصباح قدام الراديو كل واحد وحكايته ونحن نقعدوا بالاربع دراج كل واحد وحكايته معناها الناس ما تحمدش ربي. هذه الحاجه الاولى وباقي فركس خاطر الكنز تعبت عليه عرقت عليه لقمه بارده وهذه العقليه راهي موجوده وموجوده من قبل. تعرف الكنوز حكيت الكنوز كيفاش بدات في تونس وعلاش في تونس وعندنا فما زاده في ليبيا في الجزائر خاطر الاثار القديمه قبل ما كانش فما بنك ليل قبل في الاي صحيت ما فماش بنك ما قبل ريت عندنا برشا اثار دونك برشا عبيد حفرت مثلا باش ويرقاو نجم تجي انت تمشي الاذن توا معناه كان تحفر في ثلاثه اربع بلايص نجم ترقى حاجه خاطر قبل كانوا يحطوا في الجر في القل هذوكم اللي يجبدوا فيهم الكنوز راهي دي بيس دور قدم ولا بيس نحاس بعض ساعات ما يسوى حتى شيء. دوك انت تحكي هكا وما ما دار زيت قطوين اذنا نمشيو نحفروا بالوقت وقالت لي نمشيو نحفروا تخسير بالا باش نمشي انا وياها نحفروا موقف الكل تحفر وتويزه ونختم بحاجه على ذكر اذنا. تعرف اذنا اول بلاد اول لاس فيغاس في تاريخ البشريه تعملت في اذنا كانت قبل الفلاحه الكل يجيو يبيعوا الصابه في الابرات معناها كارتاج وتيك وكل شيء كيجيو مروحوا يرجعوا للسويني نتاعهم. اذنا سيتي اون فيل روري كبيره برشا وكانت فيها معناها باش يقدموا يروحوا هكا شكاير فلوس يبيعوا في البرد دوك نحيوا له باش تاريخ في الكازينو يعملوا له كازينو ثم كازينو اقدم كازينو في تاريخ البشريه تعمل في تونس باهي سيدي ننتهي من الاخبار.